حقيقة الخطاب الذي ألقاه بشار الأسد أمام عالمات وعلماء المسلمين في جامع العثمان كان مفاجئا للشعب السوري، غير أن كان فيه مغالطات كثيرة تاريخية وفكرية، كان فيه تنكر للحالة السورية، ما كان أكثر إيلاما للشعب السرياني الآشوري أنه كان فيه خطاب تحريضي ضد السريان، كان متجاهلا دور السريان في بناء حضارة سوريا والوجود السرياني في سوريا والعمق التاريخي للسريان في سوريا. كذلك كان فيه تنكر لحالة التنوع القومي في سوريا، فسوريا دولة متعددة القوميات، فيها سريان، آشوريين، أكراد، أرمن، شركس. كان فيه تنكر لكل هذه الأمور، لهذا التنوع في سوريا. عدا عن ذلك كان فيه تسويف لمسألة حقوق الإنسان، لمسألة الحريات والمساواة. كان على ما يبدو أن هذا الخطاب الذي ألقاه كان يهدف منه إلى دوما كان يقول أنه حامي الأقليات، لكن تبين أن زيف أن هذا أنه زيف هذا الشعار، ظهر العيان أن هذا الشعار أنه كان يحتمي في الأقليات ولم يكن مدافعا عن الأقليات. من هنا أقول نحن كمنظمة أثورية ديمقراطية ندين هذا النهج وهذا السلوك من شخصية هي في رأس النظام، ونحن أيضا نقول أن الشعب السوري لا تنطلي عليه هذه الألاعيب، فالشعب السوري يتوق إلى الحرية، إلى الديمقراطية، إلى الكرامة، شعب متجانس، شعب يحب العيش المشترك والسلم الأهلي. فهذا كان في خطابه خطاب تحريضي، وهذا ينبذه أتوقع كل المجتمع السوري.